خير يا كابتن مدحت. يعني عايز تعلق على الجزء السياسي اللي انا قلته ده في الاول؟ والحقيقه طبعا يا كابتن مدحت انا يعني اخر جزء طبعا سمعته الكلام منطقي جدا. الاعلام معروف دوره، معروف مدى تاثيره في الشارع سواء بالايجاب ولا بالسلب. الكلمه مسؤوليه، الكلمه قبل ما تطلع من الاعلامي اعتقد انه بيبقى فيها تاثير كبير، خاصه الساده الاعلاميين الكبار اللي لهم تاثير كبير على الشعب المصري. فانا معاك طبعا في اللي كله في قلته. هناك مناداه من زمن طويل بميثاق الشرف في الاعلام، يا ريت يفعل في الايام الجايه، انما تكميم الافواه ده طبعا غير مقبول على اي مستوى انساني. جميل. طيب نرجع بقى للكوره يا باشمهندس. يعني كلمنا عن الساعات الاخيره ولقائك بالسيد الوزير العامري فاروق بالامس في مكتبه في حل ازمه اتحاد الكرة وتعيين اللجنة المؤقت. والله طبعا الحقيقة أنا كنت في موقف محرج جدا جدا، لأنه لعدة أسباب. السبب الأول إن أنا كنت مرشح لرئاسة اتحاد الكرة، يعني ليا مصلحة. نمرة اثنين إن وضع في المكتب التنفيذي. نمرة ثلاثة قرار الخاص بالدولة، يعني كان في إحراج من كل الأطراف. ولكن يا كابتن مدحت اللي بيحكم منظومة كرة القدم في العالم هي لوائح وميثاق أولمبي يجب احترامه ويجب ان احنا لا نخرج من خلاله. وحضرتك عارف ان كرة القدم دلوقتي بتدار بمنظمة دولية هي الاتحاد الدولي، وبيشرط على جميع الدول اللي بتحب تشتغل تحت مظلته مجموعة من اللوائح والقوانين اللي بتسمح له باستقلالية تامة وبتسمح له باحترام الجمعية العمومية واختياراتها وقرارها. واللي مش يعني مش عايز يدخل هذا النظام هو حر، يعني يقدر يلعب في الجزء المحلي. الحقيقة طبعا اللي حصل القرار اعتبر تدخل حكومي، ودي طبعا من وجهة الاتحاد الدولي، انما من وجهة نظر السيد الوزير انه ده بيمارس دوره طبقا للقانون المصري. انت عارف حضرتك ان القانون المصري موجود من اكثر من 45 سنه بالنادي بتغييره، فما ذنب الاتحاد الدولي انه القانون المصري لا يواكب الاحداث اللي موجوده العالميه واللي بتدي الاستقلاليه التامه للاتحادات الوطنيه. خاصه وان الكابتن عصام عبد المنعم هو اول في خلال توليه رئاسه الاتحاد بالتعيين في 2004 و2005. الحقيقه الفتره دي كان الاتحاد الدولي اشترط على مصر تقدم لكاس العالم 2010 انها تقدم وثيقه من الدكتور علي الدين هلال انها بتحترم قوانين الاتحاد الدولي ويجب ان تكون لها لائحه خاصه بالنظام الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم يتواكب مع الاتحاد الدولي. وهذه الوثيقه موجوده في الاتحاد الدولي، ده الاساس اللي بنتكلم عليه. خاصة إن في كانت لائحة في 2010 وتم تعديلها في الجمعية العمومية الأخيرة ويجب أن نلتزم بها. ويمكن السادة يعني طبعا أكيد النية كانت صافية لاتخاذ الإجراء المناسب من قبل السيد الوزير. ولكن يمكن مجموعة المستشارين أنا بلوم عليهم إن هم اقترحوا هذا الاقتراح اللي هو تعيين لجنة. تمام. طيب هل في الجلسه بتاعت الامس، اولا الجلسه كانت السيد الوزير وحضرتك والكابتن عصام عبد المنعم اعتقد والكابتن فتحي نصير اعتقد؟ لا كابتن فتحي ما كانش موجود. ما كانش موجود، اوكي، انتوا الثلاثه. هل ما كانش هناك منفذ للابقاء على الكابتن عصام عبد المنعم رئيسا للجنه المؤقته عشان قرار السيد العامري فاروق يعني يبقى ماشي؟ هو طبعا انا حاولت ابذل كل الجهد، وسيد الوزير عارف هذا الكلام، انه كان في ثلاث مناطق بنتكلم فيهم. المنطقه الاولانيه ان احنا نخلي الكابتن عصام ويعتبر كانه مسؤول مديرا عن الاتحاد ويختار اللجنه من جواه، انما ده كان اصبح متاخر وجالي ايميل وانا وريته لسياده الوزير حتى عنده هو على الموبايل بتاعه دلوقتي ان هذا الاقتراح مرفوض تماما. علاوة على انه اللي اتقال انه يعني ده اللجنه دي بقت جايه من الحكومه، والاجراء المتبع في مثل هذه الحالات لو المدير التنفيذي استقال بياخد نمره اثنين او ما يعينه من الجهاز الاداري الموجود داخل اتحاد كره القدم لخوض الانتخابات. وعلى فكره كانت قدامها
حوالي يعني حاجة بسيطة جدا وتبدأ الانتخابات. فما كانش هناك المبرر لتعيين اللجنة. في نفس الوقت ان هو الاتحاد الدولي بيرفض تعيين اي لجنة، والحقيقة انه حتى لو تعيين لجنة بتبقى من اختصاص الاتحاد الدولي وليس الجهة الإدارية. يعني لما حصل خلاف في جيبوتي من حوالي 10 ايام، هو الاتحاد الدولي حتى الآن لم جاله مجموعة من الأسماء المقترحة من جيبوتي، وبيختار حسب السي في ويرجعها لاتحاد الكورة، لأن دي موضوع السيادة المصرية والكلام اللي بيثير مشاعر الناس، لأنه الكرة القدم بتدار في منظومة عالمية بترتضي كل الدول هذه المنظومة. يعني احنا زي ألمانيا زي فرنسا زي إيطاليا نفس اللوائح الأساسية اللي هي ما بتغيرش المفاهيم، إنما ممكن تغير حسب احتياجات البلد طبقا للقانون اللي ولا يخل بمتطلبات الاتحاد الدولي. يعني مش عاوزين نكبر وندي الموضوع اكبر من حجمه، وان في تدخل وان مصر والسياده والكلام الكبير ده، لانه ده بيطبق على العالم كله. مظبوط مظبوط. طيب البعض قال ان الكابتن هاني ابو ريده والمهندس هاني ابو ريده اراد كسر شوكه وزير الرياضه من البدايه، ولم يبذل من الجهد الكافي للابقاء على قراره بلجنه الكابتن عصام. اولا الكلام ده مرفوض تماما. وزير الرياضه المصري هو ممثل لمصر كلها وله كل الاحترام والتقدير، وبدون مساعده وزير الرياضه لا يمكن ان ينجح اي اتحاد على وجه مصر. بالعكس احنا كاتحاد كوره سواء الموجود او اللي يجي يشاء له القدر ان يتولى هذه المسؤوليه محتاج كل الدعم من السيد وزير الرياضه. وانا يمكن وانا في حديث معاه، اولا هو الراجل عنده خبره وموجود في الوسط الرياضي لمده طويله، قلت له المشكله دلوقتي ان احنا لازم نحل، يعني الموقف بقى صعب لان الاتحاد الدولي ما عندوش هذه السياسه، اي تدخل حكومي تجتمع لجنه الطوارئ اتخذ اجراءات بالحل المباشر بالايقاف المباشر. والايقاف المباشر ده يعني انا لا ارتضيه على بلدي. والكلام الواحد بيسمعه طبعا بيسيء ليا جدا، والناس بتنسى، وانا برضو بلوم على بعض الساده الاعلاميين انه الكلام الكتير يقول لك ان هناك في واحد تدخل وبيبعت للفيفا. عايز اقول لهم بكل وضوح ان مصر بلد كبيره، مصر بلد عظيمه، ليست بلد مجهوله. يعني كل ما يقال او كل ما يحدث على ارض الوطن بعد 10 دقائق موجود على جميع انحاء العالم. احنا عندنا في الاتحاد الدولي يا كابتن مدحت اكثر من 12 ميديا اوفيسر، اول لما بيجي اسم الاتحاد الدولي باي لغه من العالم بتبقى موجوده عند السكرتاريه الخاصه بالاتحاد الدولي. علاوه على الكلام اللي بسمعه فيما يخص الايميلات والكلام اللي بسمعه ده، احنا 24 عضو زي ما حضرتك تفضلت. اي خطاب يرسل من الاتحاد الدولي بيهم اي بلد بخش على الكود بتاعي برقمي في الاتحاد الدولي يوميا بشوف الجوابات راح على انجلترا المانيا على مصر. فالكلام ده يعني مش محتاج ان انا اقول له ابعت لي كوبي، لان بالطبيعه اي خطاب اوتوماتيك بيطلع بيكون عند الصوره منه بحكم وضعك في اللجنه التنفيذيه في الاتحاد. لان اللجنه التنفيذيه لا تدير الاتحاد، ولكن الاداريين والمحترفين هم اللي يديروه، انما يجب ان يعلم عضو المكتب التنفيذي ماذا يجرى داخل اروقه الاتحاد. انما انا باكد ان انا بحترم الدوله، بحترم وزير الرياضه، بحترم كل من يمد يده لعوده النشاط الرياضي في مصر. وطبعا انما عندي داخلي خاصه، لان انا الحمد لله بوضع الاتحاد الدولي وعلى ايدك كابتن مدحت، وانت تعلم الكثير الذي لا يمكن ان اعلن عنه، مساعدات كثيره جدا لكل الانديه المصريه والمنتخبات المصريه. دي حقيقه. اتاحت لنا فرصه نكون قريبين، ويمكن مش عايز اقول واقول السي في بتاعي ان ماذا قدمت لمصر وماذا قدمت للدوله، انا سعيد بيه وفخور بيه لما اقعد في وسط ابنائي واحفادي اقول انا قدمت ايه. انما يساء الفهم وبعض الاعلاميين اللي بيسيئوا لشخصي، دي انا بالنسبه لي الحقيقه صدمه كبيره جدا، ان احنا لازم نتعامل مع الاتحاد الدولي والقوانين الدوليه بعقل مفتح اكثر من كده. صحيح. كابتن عصام عبد المنعم اصدر بيان اليوم مقتضب او يعني في خطاب استقالته، وتقدم طبعا باستقاله من رئاسه اللجنه المؤقته اللي اصدر بها قرار كان السيد العامري فاروق. يعني لوح في هذا الخطاب يعني بالحرف كده، قال إلى عدم الأمانة في العرض على الاتحاد الدولي، في إشارة إليك شخصيا. يعني هل تحب تقول في المنطقة دي حاجة؟ طبعا أنا تربطني بالكابتن عصام علاقة طيبة جدا. كابتن عصام أنا تعلمت منه كثير وتزاملت معه على ترابيزة مجلس الإدارة. إنما عايز أوجه إن زي ما قلت إن كل كلمة
بتطلع وبتتقال. وانا يمكن في لقائي معاه قلت له يا كابتن عصام انت طلعت على الهوا وما كنتش موفق لما طلعت على الهوا، وقلت له يا كابتن عصام انت اللي تقول اللي قلته ده اتنقل في جريده انجليزيه، ولان مصر بلد كبيره جدا وبلد عظيمه. قالوا في المؤتمر الصحفي. اللي احنا ذيعناه من يومين ده. نعم. فانا قلت له يا كابتن عصام ما كنتش موفق، لان كابتن عصام زي ما قلت لحضرتك طول عمره عنده هدوء، وهو زي ما قلت لحضرتك هو من بدا التعامل مع الاتحاد الدولي. نعم. ويعلم جيدا كيفيه التعامل. انا ما افتكرش يعني ان هو يقصدني انا بالذات، او انا ما عايز يعني افكر بالشكل ده، لانه يعني هناك تدخل وهناك لائحه، مش هقول اكتر من كده. لا انا متفق معاك في دي. يعني اجتمعت مع قائمتك او اجتماعاتك الاخيره والموقف بعد اعلان الكابتن شوبير اعتذاره عن منصب نائب الرئيس، وهل في ذهنك اخر سيحل محله؟ والله بص يا كابتن، انا دايما احنا تعرف اللي معلش برضه بتكلم كل واحد في مجموعه حواليه بيحاولوا يسخنوا ويحاولوا يقولوا ان ده انتصار. الكلام ده غير مقبول. فانا جبت المجموعه وقلت لهم احنا كل اللي حصل ده بتفق مع السيد الوزير، واوعى تغركوا الدنيا، لا انا بنفذ تعليمات الدوله. اللي هقدر اعمله لمساعده السيد الوزير في تغيير بعض الامور اللي تساعد على دعم الكوره واللي تساعد على بدء النشاط انا هعمله، لازم اوضحه للاخوه الزملاء. اما فيما يخص الكابتن شوبير، الكابتن احمد شوبير هو كان قال انه في حاله ان لو انتخابات امتدت بعد 30/8 مش هينزل، الحقيقه الزملاء كلهم كانوا متمسكين بيه وادينا له فرصه يفكر في خلال ال 48 ساعه الجايه. اوكي، لكن من المتوقع الانتخابات هتبقى امتى يا باشمهندس؟ والله انا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان انا اصلا اولا واخيرا انا رجل دوله وبحترم الرغبه من السيد الوزير انه ناخر الانتخابات شويه ونعيد فتح الباب، فان شاء الله باذن الله اعتقد انها تبقى في 30/9 باذن الله. ويعاد فتح باب الترشح للمجلس اداره الاتحاد. وطبعا وما يعني انا بحترم ده الكلام ده جدا، وان شاء الله ربنا يولي من يصلح ان شاء الله. اخيرا باشمهندس هاني، النادي المصري وازمته الحاليه، ماذا قدمت في هذا الموضوع؟ والله يا كابتن برضه يعني بعض الناس اللي انا بحبهم بحترمهم تناولوني بكلام غير مقبول. المحكمة الرياضية لا يمكن التدخل بها، ويمكن انت تعلم جيدا ان لو انا بقى قوي كده يبقى المفروض مستر براتر اقوى مني انه يتدخل في مشكلة محمد بن همام. وهذا لم يحدث. انما كان دوري ايجابي جدا، تكلمت بعد صدور الحكم مباشرة مع السيد كامل ابو علي رئيس النادي، وكان بذلك الوقت في امريكا، وقلت له يجب ان تصدر بيان حالا وتناقش معه في البيان. قلت ان لازم ان النادي المصري يشارك هذا الموسم حفاظا على مشاعر الجماهير وعلى الشهداء، وقلت ان النادي المصري من جزء امني لازم نكون مسؤولين نراعي مصلحه البلد اولا، ويتاخر الاشتراك الى السنه القادمه. فاعتقد ان ده برضو كان ليها تاثير ايجابي فيه، انما لا استطيع ان اتدخل بصفه بورسعيدي وابن النادي المصري بشكل يخلي جوايا حتى شخصيا يخل مبادئي ويخل بالوضع اللي انا موجود فيه حاليا، يجب ان اكون على الحياه. و طب الحل شايفه ايه يا باشمهندس؟ الحل شايفه ايه؟ انا شايف يا كابتن مدحت من اول يوم، انت عارف رايي ان السنه الجايه ان السنه دي الانديه تجتمع ويلعب الدوري 18 نادي، ونظام الهبوط والصعود يتحدد على وجود النادي المصري في الموسم القادم باذن الله. وده يحتاج قرار مجلس اداره الاتحاد؟ يحتاج قرار او ما 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 ما, ما يقوم بالعمل الان. يجتمع هناك في لجنه الانديه، لجنه الانديه ممكن تجتمع وتاخد تصويت في هذه المساله اذا ما كانش في مجلس اداره موجود. ده كلام محترم جدا. عايز اوضح بس نقطه انت قلتها للساده المشاهدين، انت قلت في مساله عدم تدخلك انه بلاتر وهو اقوى منك لم يستطيع ان يؤثر على المحكمه الرياضيه. بلاتر كان ضد محمد بن همام، ومع هذا المحكمه الرياضيه اعادت محمد بن همام. حابب اوضح بس الجزئيه دي للناس وانت قلتها يعني. تمام. فانا مش يعني انا ممكن ابقى سعيد قوي ان انا خدت حجم كبير وتدخلت الاتحاد الدولي يتعامل بمنظمه يتعامل بلوائح، اللي بيمشي على مصر هو اللي بيمشي على اعظم دوله في العالم. اشكرك يا باشمهندس وبالتوفيق ان شاء الله. انا بشكرك وبالتوفيق.